السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة خليك الأول. واستكمالا لحل امتحانات المحافظات للشهادة الإعدادية، النهاردة معانا محافظة الدقهلية مادة الدراسات الاجتماعية، معاكم مستر حسين عبد الكريم. السؤال الأول، خريطة رقم 1 في الخريطة الراعي السائد هو الراعي البدائي، رقم 2 الزراعة الكثيفة، رقم 3 أستراليا، رقم 4 أوروبا. بالنسبة لما تفسر، واحد ليحل محلها، رقم 1 ليحل محلها الزراعة أو بسبب الزحف العمراني، رقم 2 البترول نستخرج منه البنزين والسولار ويستخدم في التنمية الاقتصادية، رقم 3 لوجود ضحالة المياه والتقاء التيارات البحرية الباردة والتيارات البحرية الدفيئة، ودي أسباب طبيعية، أما الأسباب البشرية فهي تطور وسائل الصيد وكثرة المواني وكثرة الخبرات الفنية. ما العلاقة بين موقع البرازيل وفرنسا وإنتاج السكر؟ طبعا موقع البرازيل وفرنسا ساعد على زراعة القصب في البرازيل وزراعة بنجر السكر في فرنسا، مما أدى إلى إنتاج السكر بكميات كبيرة في البرازيل وفرنسا. الموارد الاقتصادية متنوعة في نيجيريا، مما أدى إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية، حيث يوجد حرفة الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وغيرها. المناخ يؤثر على إنتاج الشاي، حيث لابد من توافر مناخ هواء رطب وحرارة مرتفعة وأمطار غزيرة لزراعة الشاي. صوب ما تحته خط، رقم 1 آسيا، رقم 2 بريطانيا، رقم 3 هامبورغ، رقم 4 الولايات المتحدة الأمريكية، رقم 5 الطاقة، رقم 6 الصناعات البترولية، رقم ب ما النتائج؟ يعد الغاز الطبيعي طبعا نتيجة تزايد استخدام الغاز الطبيعي وتزايد أهمية الغاز الطبيعي، رقم 2 طبعا الإجابة تطور، الإجابة توفير الإنسان احتياجاته الأساسية للحياة، وأيضا تطور الأنشطة الاقتصادية وتنوعها حتى وصلت إلى النشاط الصناعي. جيم المطاط يدخل في صناعة الإطارات طارات السيارات. 2 القمح يدخل في صناعة الخبز والمكرونة والحلويات. وبكده يبقى انهينا جغرافيا، ننتقل إلى التاريخ. رقم 1 طابة، رقم 2 إيطاليا، رقم 3 جمال عبد الناصر، رقم 4 المجال الاجتماعي، لأن أول إنجاز كان إصدار قانون الإصلاح الزراعي. بعد كده الأثر الناتج على عدوان 5 يونيو، طبعا احتلال انتصار إسرائيل واحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء بالكامل حتى وصلت إلى الضفة الشرقية، واحتلت هضبة الجولان في سوريا، واحتلت الضفة الغربية، واحتلت قطاع غزة، واحتلت القدس العربية التي يوجد بها المسجد الأقصى المبارك. ما نتيجة فساد النظام الحاكم على مصر؟ طبعا بيقول لي وضح، فبقول له ان النظام الحاكم كان على مصر قبل ثورة 25 كان فاسد، والدليل ان استبداد الملك فاروق، والدليل انتشار الرشاوي مثل صفقة الأسلحة الفاسدة. ما رأيك في الدور المصري؟ طبعا أؤيد الدور المصري، لأن الدور المصري كان تأييد مطالب الشعب الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام وتأييد اتفاقية أوسلو. أيد صحة العبارة، الفريق سعد الدين الشاذلي شارك.